شكرا على السؤال. طبعا ما يحضرني الآن عدد الرحلات، لكن عدد رحلات كثيرة وعديدة، وخاصة أن في حسب الخطة الآن زادت عدد الرحلات بتشغيل الكل، يعني يمكن يعلم بشركة طيران الخليج، ففي رحلات كثيرة. على سبيل المثال خلال أسبوع بدل ما كانت طائرة واحدة تأتي من إيران أصبحت الآن تقريبا 4 رحلات، وبكرة بيكون في تقريبا طائرة، ويوم الخميس أيضا طائرة أخرى. والخطة اللي وضعت ولخطة الإجلاء كان على أساس أنها هي لفترة معينة، وبسبب الرحلات تم تقليص الفترة إلى فترة قريبة، وإن شاء الله إلى 7 مايو يكون ينتهينا من إجلاء كل المواطنين من مختلف دول العالم. والأعداد اللي توصل يعني في الأسبوع يوصل إلى بين 500 إلى 600 يعني رحلة تقريبا أو قصدي من المواطنين الذين يصلون البحرين. فنأمل أن في 7 مايو يكون هذه آخر الرحلات للإجلاء، بيكون كل المواطنين من يرغب في العودة بيكون رجع إن شاء الله البحرين.